قلنا بقى طلع المفتاح الاول دوس على الزرار الفضي. ايوه السلام عليكم وبداية فلوج جديد ضرب نار. فكرة الفيديو النهاردة هتبقى عبارة عن مقلب ضرب نار جديد جدا 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 من نوعه. طبعا زي ما انتم شايفين المفروض ان انا هنا معايا ريموت عربية. طبعا ده ريموت مش مفوكس بس اكيد باين ان هو ريموت عربية صح؟ يعني بصوا انا هوريكم بس تفاصيله من قريب عشان لازم اوضحها لكم. بصوا يا جدعان المفروض ان ده ريموت عربية. طبعا المفروض ان هو من الناحية دي. المفروض ان هو لو ريموت عربية بتروح دايس على الزرار الفضي ده هنا في مفتاح بيطلع. بس ده طبعا مش مفتاح لان ده ريموت ديكور بيكهرب بس. يعني بصوا المفروض ان هو مكتوب عليه شوك دي مش عارف بيكهرب باين ولا دوس هنا. انا مش عايز ادوس عشان خاطر ايه ما اتكهربش عشان مش ناقصه كهرباء على الصبح وانا اصلا دماغي مكهربه خلقه. المفروض ان اخر مقلب عملناه كان من يومين كان في ناصر معجزه طبعا وجبنا له موبايل جديد وكسرنا له تليفونه ودشملنا الدنيا وكان هيعيط اساسا مننا. الناس كتير قوي طلبت ان احنا نعمل مقلب في بودي ولع لان بودي ولع كان شرير قوي في الفيديو ده. والفيديو اللي قبله كنا عاملين باحمد علي واحمد شوقي واخويا كنا مدرمغين الدنيا خالص بقالنا اسبوع مدرمغين الدنيا مقالب ونعتبر طبعا احنا يعني اوائل الناس في المقالب اللي نعمل مقالب على اليوتيوب. طبعا فكره الفيديو النهارده المفروض ان انا هجيب بودي ولع عشان خاطر اكهربه. المفروض بقى ان انا يعني ايه المبرر ان انا اخليه يمسك بيه الريموت. المفروض انا هقوله ان انا جبت عربيه جديده تحت في الشارع عشان اقول له اي عربيه تحت بيت واقول له ان دي عربيتي الجديده انا اشتريتها. طبعا فانت اول واحد لازم تجربها لان انت حبيب قلبي وحب قلبي من الداخل. دلوقتي هتصل ببودي ولع عشان يجي الكهرباء. الو حبيبي. ايه يا انت فين يا حبيبي؟ نايم. طب تعالى لي يا ابو الصحاب عشان خاطر لسه جايب حته عربيه جديده ضرب نار وعليا الطلبات ما في حد هيسوقها غيرك. حور يابا. عيب عليك يابا انا اقدر احور عليك يابا. ايوه انت محوراتي. لا يابا عيب عليك يابا جبت عربيه جديده تحت البيت ومش عايز اجربها غير وانت معايا بنسوقها عشان خاطر في فيديو النهارده عنوانه خليت صاحبي يسوق عربيتي لاول مره. انت كان محوراتي. عيب عليك يا صاحبي. يابا هتيجي ولا مش هتيجي؟ اكلم ناصر يجي يسوقها هو وخلاص. طب اديني 5 ثواني. طيب مستنيك. حبيبي. خلاص لسه هتصاحبني كده. المفروض ان بودي ولع جاي في الطريق بس قبل بس ما يجي هنزل زير عشان خاطر عايز يعمل حمام لان طبعا زير مؤدب وما بيعملش حمام هنا فاحنا بننزله تحت يعمل حمام في الشارع. فدلوقتي هنزل زير يعمل حمام على ما بودي ولع يجي. مين هينزل يعمل بيبي دلوقتي؟ يلا كوكو يلا تعالى يلا عشان نلبس. استنى 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 عشان تلبس استنى استنى عشان تلبس السدير الاول. يلا مين هيدخل دماغه هنا عشان ينزل؟ يلا يلا زوزو يلا زوزو. استنى 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 ايوه كده كده. استنى 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 يا ابني استنى يا جدعان بس عشان يا جدعان عشان مش عارف امسكه بس عشان خاطر عايز يجري وانا مش عارف امسكه فهقفل ثانيه على بس مربوط له بتاع او احط الكاميرا هنا من غير ما اقفل كده. استنى بس اوعى مع الكاميرا. بس يا جدعان دلوقتي المفروض ان انا اقفل له البتاع ده. استنى يا عم بقى يا عم هننزل نعمل بيبي دلوقتي اهو بس كده. يلا كوكو يلا كوكو عشان ننزل نعمل بيبي. يلا استنى هجيب الكاميرا. استنى استنى نجيب الكاميرا يا ولد. يلا شطورة زيرو زيرو بيعمل بيبي. يلا بس كده مش تمام عشان نصور البيبي بس هو زي ما انتم شايفين واقف واخد وضع التفنيسة عشان خاطر هو بيعمل بيبي دلوقتي. يلا كوكو لما بودي ولع هيجي عشان نعضه. كوري ده بتعمل بيبي. خلاص يا حبيبي حبيبي ايوه كده شطوره بس مش هصور لكم البيبي طبعا. خد طيب دلوقتي يا جدعان المفروض ان زير عمل بيبي والمفروض دلوقتي ان انا في انتظار بودي ولع. اول ما يجي هصور عشان خاطر ما بقاش بصور على الفاضي. انا الوقت ده بفلوس يعني مش وقت على الفاضي كده. بودي ولع حبيبي. شفت يابا شفت انا مميزك ازاي؟ اتصلت بيك بدل ناصر المعجزه عشان خاطر انت اول واحد تسوق العربيه. انت بتعرفش تسوق؟ ما هو بس يا اسطى بس احنا قبل كده كنا ركبنا عربيه بتاعت ناصر وكنا جربنا عليها السواقه اتعلمنا نص نص فلاش باك برضه. يلا العربيه يلا يلا. طيب دلوقتي بقى يا جدعان المفروض ان العربيه بتاعتي انا كنت راكنها بس فين عشان مش واخد بالي. العربيه بتاعتي اهي هناك اهي السودا دي طبعا لسه ما اتظبطتش ولسه المفروض هنكتب عليها بقى في الظهر شورجيه وبتاع وهنضرب نار وضرب نار قدام وهنكشمح الدنيا. المفروض دلوقتي حبيبي طبعا واحد من الشورجيه عادي جدا معدي في عربيته اتفضل. فلوس اليوتيوب لعبه يابا ولا فلوس اليوتيوب ولع. بص يا جدعان العربيه لسه جديده يا جدعان بس هي بس مطربه شويه عشان خاطر انا مش جايبها طبعا جديده لان الفلوس مش قد كده فجايبينها مستعمله يعني. طبعا زي ما انتم شايفين هي بس عايزه غسله فاحنا هنطلع بيها طلع وبعد كده نروح نغسلها دلوقتي. مفتاح بص يا ابو الصحاب ده مفتاح العربيه اهو. طبعا ده اغلى ما املك دلوقتي في حياتي. ده قيمته اغلى حاجه في الدنيا. بس انت ما بتفهمش في العربيه. بص المفروض ان اول واحده بفهمش يا عم يا عم استنى افهمك بس الشرح. ايه يا عم افهمك الشرح بتاعه يا عم انت ما بتعرفش تسوق. انا هقول لك بس هم عباره عن ايه. ابو المفتاح بص اللي تحت دي اللي تحت خالص ده 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 اللي بيفتح قفل العربيه ده بيفتح الشنطه والتاني ده بيفتح الشنطه واللي فوق ده بيفتح الباب. ايوه ده بقى ايه ده اللي بيفتح الباب ده اللي هتدوس عليه كده هيروح مطلع لك المفتاح اللي في الجنب تروح مدخله هنا في الفتحه دي وتروح فاتح لنا العربيه وبلاي. وده برنس. يلا ما احنا قلنا بقى طلع المفتاح الاول دوس على الزرار الفضي. ايوه يلا فارس انت كسرت المفتاح يا ابني. انت كسرت المفتاح يا ابني. ايه ده يا ابني؟ يلا هريت سويد. ايه ده؟ الله يخرب بيتك يا ابني. الله يا ابني ما اكيد مفتاح كهرباء اكيد في كهرباء.
انت غبي حبيبي حبيبي الرئيس حبيبي شوف الشرقية بعربية بتاعتي الجديدة عربيتي الجديدة حبيبي حبيبي الرئيس ايه يا ابو في ايه ايه يا برنس بجاتك يا ماما وانت كل شويه تعمل مقلب يا عم يا ابني انت كسرتني الريموت بقول لك يا عم ده كهربي يا عم انت كسرتني الريموت يا ابني انت اللي جاي عليا المفروض انا اللي اتضايق يا ابني الله يخرب بيتك كسرت الريموت بتاع العربيه يا ابني العربيه ولا انت تشتريك على العربيه الجديده خلاص يا صاحبي خلاص يا صاحبي انت بتدوس كمان على الريموت يا نهار اسود يا اسطى يا اسطى يا اسطى يا نهار اسود ده اتكسر الله يخرب بيتك انت مالك يا عم عمر الله يخرب بيتك اهو يا عم يا نهار اسود طب ليه طب كده يا اسطى ليه كده كنا لسه كنا لسه عايز اقعد في امك بقى يا عم بقى لا يا ابو فودي ولع محترم انت مصحيني الساعه 6 الصبح عشان تنزل في مقلب يا اسطى هو انت ليه مقتنع ان هو مقلب يا اسطى امال يعني ايه بقى الكهرباء وتقول لي مقلب يا حبيبي بص يا حبيبي مفتاح كهرباء يعني بيبقى فيه كهرباء انت دوست على الزرار غلط بجد والله والحرام اجيب لك يحرق ام فيديوهاتك يا اخي طب يعني انت بتعمل ايه طب انت ماسكه ليه انت بتعمل فيه ايه يا اسطى انت كسرت انت عايز تقول ان ده مفتاح يعني وريني كده ده مفتاح مفتاح يعني مفتاح بيتكسر كده دماغي اه يا بابا احنا ده كمان يا عم طب انا افتح العربيه ازاي دلوقتي طيب العربيه يا عم خلاص يا ابو ده ولع بقى انت الزيت ما تزيدش كسرت المفتاح راح اطلع خيره يا عم يا بابا ده وجعتني يا عم بتاع بيكهرب جامد يا عم خلاص يا جدعان مش عايز بوسه اصالح بودي وهنروح نطلع مفتاح جديد عشان اخده لفه بص دغري العربيه دي مش بتاعتي فيديوهات بقى اصلا معايا مش ده يا عم بقى العربيه دي مش بتاعتي ماشي والمفتاح ده كان بيكهرب هاي ما انت ما بتحورش بقى انت ما انت لسه بتشغل اضم عليك ايه بس شال شعري لسه ناعم ماشي العربيه دي مش بتاعتي والمفتاح ده كان بيكهرب انا كنت عامل فيك مقلب والمفروض كنت لسه هكمله في عسكر بس انت كسرت الريموت فانا دلوقتي اعمل ايه؟ ايه العمل دلوقتي؟ انت كسرت الريموت غير المقلب طب ما لازم نعمل حاجه في عسكر عشان كنا هنكمل بتاع بيكهرب في عسكر يلا نطلع البيت نعمل فكره مقلب لعسكر مخصوص لان ما ينفعش ما يتعملش فيه مقلب لان انا عشمت نفسي خلاص ان انا اكهربه بابا بعد اذنك يا اسطى مش كل شويه تصحيني بدري وتقول لي تعالى ننزل فيديو وتفخ تعمل مقلب بس مش بيبقى اقف ايه يا اب شيت حبايبنا شورجيه تبعنا تبعنا يلا دلوقتي شيلنا نطلع نعمل مقلب في عسكر طيب دلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا طلعنا البيت انا وبودي ولع دلوقتي بقى هنجهز الاكياس اللي هي بتاعت اللبن المقلب ده ايه مسامحك يا عم هنعمله في عسكر بقى عشان خاطر ما نزعلكش اصل انا افجر مقلب بحب اعمله في حياتي تملى اكياس اللبن ميه وتطرشمها في دماغ اي حد ما تخليها لبن بس لا لبن انت عارف كيلو اللبن بكام ولا لتر اللبن بكام وارميه عشان ارميه في عسكر ايه يا عم شايفين واقف هنا ازاي يبقى في حاجه او اكشن بنعمله وهو مش داخل فيه ازاي عشان مقلب في عسكر لازم يشارك فيه طبعا بص يا جدعان القمر يا جدعان القمر طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين المفروض ان انا مليت الاكياس طبعا زي ما انتم شايفين عضلاتي متنفخه على اخرها عشان خاطر شايل وزن تقيل طبعا بياع الميه عمر شاور دلوقتي بقى يا جدعان المفروض ان انا هتصل بعسكر عسكر يعني انا بتمنى ان انت ما تجيش لانك لو جيت هتطرشم ميه يا عسكر هتطرشم بمعنى الكلمه دلوقتي هنطلع نتصل بعسكر حبيبي ايه يا برنس انت فين؟ ايه يا برنس فين؟ طب ما تجيلي كده حبيبي ايه بشوفك قدامك طيب ماشي يلا انا هفطر انا كمان كده على ما تجيلي هفطر انا كمان على ما تكون جيتلي ماشي يلا يا سلام عامل نفسي كاني لسه صاحي زيه يعني دلوقتي زمانه جاي على تفكيره يا عم 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 يلا مش جاي بتقول لي تصور بلوف هو بلوف هو ما ده ايه ده ولا عم انت بقى خد الكون جديد بقى بس انت كنت بتقول لي نصر تكون جديد عايز تليفون زي ما انت عايز تليفون يا جوجو اه عايز تليفون اهو انت بتهزر يعني انت بتهزر تاني اصيله طب ولا انا هحقه خش انت ماشي كده عامل ايه؟ ادي اهو امسك كده اهو وانت بتصور كويس ها؟ انا مش هسيبك ايه؟ قبل
عايزين يابا. تمام. افتح يا عم. تمام. عشان التليفون دي ليه؟ شيب. انت تعال خش سيبه امشي امشي يا عم الجيران ساحي ولا بتاع المؤلف روح يا عم مش عايزينك انا جاي الغلب خلاص الواد ده طلع مفتري قوي يلا يلا عشان نخش احرق على السلم بص الشرط الجديد والشراب بتاع بل والله يا عم السلم اتغربل وكل حاجه اتغربل وكمان عايز يخش بيتنا كمان بس خلاص كده يا جدعان سيبوه بقى يرن لحد بعد بكره كده دي نهايه الفيديو النهارده تعالى بره عشان النور عشان بحس ان وشي سينمائي في الصاله كده دي نهايه الفيديو النهارده اشوفكم الفيديو الجاي